ايوه صح اكيد. طيب هل في مبادرات تانية شغالين عليها في الفترة الحالية ولا لا؟ ولا مركزين اكتر في مبادرة قدوة؟ لا لا، في الوزارة كوزارة عندها مبادرات كثيرة للشباب، كثيرة لكل فئات الشباب وكل فئات المجتمع جغرافيا وتعليميا. الوزارة الحقيقة بتقدم مبادرات كثيرة جدا جدا جدا، وخاصة للشباب. يمكن قدوتك بتخص المرأة اللي هي ممكن تكون في مجال التعليم او لا، بس عندها حرفة وعندها مشروع. انما في مبادرات كثيرة جدا، في مبادرات في الصحة، في مبادرات في التعليم، في مبادرات للاشخاص ذوي الاعاقة. الحقيقة الوزارة يعني بتستهدف كل الفئات وكل الاماكن، يعني زي ما بيقولوا. ففي عندنا للشباب بالذات في حاجات كثيرة قوي قوي. يعني طيب، في مبادرات للعمل الحر، ازاي بنعلم الشباب انه يتخصص في حاجات تكنولوجية ويشتغل ينافس العالم في العمل الحر على منصات العمل الحر. حضراتكم عارفين دلوقتي ان بقى في منصات كثيره جدا للعمل الحر. ازاي يدخل هو هذا المجال ويزود دخله؟ لو ما عندوش شغل يبقى دي شغلانته. بالذات الاماكن البعيده والمهمشه، الطالب المجتهد اللي درس وخلص بس ما عندوش شركات جنبه يشتغل فيها. لا، هو يقدر يبقى اونلاين ويشتغل. مظبوط. طيب استاذه هدى، كم عدد السيدات المشتركين في قدوة تك، والمفروض يوصلوا لكام؟ الحقيقه احنا بنحاول نستهدف 1000 في السنه. ما بين 1000 يعني عدد من السيدات مباشر، 500 مباشر و500 غير مباشر، و1000 ندوات. احنا بنعمل ندوات وجلسات توعيه كثيره جدا، ودي بتبقى مهمه على فكره، لانها فيها كبسولات مهمة تخص حرفتهم وتخص التكنولوجيا. والتدريبات الطويلة اللي هي بتبقى أسبوعين، بنحاول نستهدف 500 في السنة إن شاء الله. طيب هل الرقم ده ممكن يكون فيه، يعني ممكن يوصل، يعني بيوصل مثلا عدد اللي بيقدمه بيكون عدد أكبر من كده مثلا ولا لا؟ بيبقى أكبر من كده؟ لا بيكون في الكيو بيبقى كتير، بس تمام. إحنا بنحاول ناخد بنفلتر عشان ناخد الناس الجاده فعلا عشان يستفيدوا زي ما قلت لحضرتك. الناس اللي فعلا جايه عايزه تستفيد زي ما حضرتك قلت. اللي ما عندوش وقت كمان، ساعات يبقى الناس عايزه تستفيد بس ما عندهاش وقت الاسبوعين ده. بيبقى لسه ستيل متاثر بفكره انه كده هيضيع وقت من انتاجه. هو ما بيعرفش غير بعد شويه من زمايله اللي خده ان ده ما بيضيعش وقت من انتاجه، ده بيكسبه كتير قوي. فبيبقى في ما بين انه مش عايز او انه ما خايف ان الوقت ده يضيع غلط. فالحاجات دي كلها ثقافات بتتغير كل ماده. أكيد. وعشان كده احنا بنعمل للناس اللي ما عندهاش وقت جلسات توعيه 3 ساعات، جلسات سريه 3 ساعات بتدي الخلاصه فيها فتخدم الفئه دي، وبنعمل اللي هو الطويل اللي هو اسبوعين، تخدم الناس اللي عندها من الوقت او عايزه تحط من الوقت ومجهود في هذا الموضوع. فاحنا الحقيقه بنخدم عشان كده احنا بنقول في الاخر احنا بنستهدف 2000 سيده في السنه. ما بين التدريبات الطويله وبين الجلسات الاستشاريه المكثفه وبين التجاره الالكترونيه اللي هي بتاخد يومين بس وهكذا. حلو جدا. طيب ايه الفيدباك اللي وصل لكم لحد دلوقتي من السيدات اللي شاركوا في المبادره؟ هقول لك ان الفيدباك لما رحت زرت تراثنا السنه دي ووجدت فيه عدد كبير من خريجات قدوة تك موجودين، فرحانين، قالوا كلام كتير قوي على قدوة تك. يمكن احب ان انت تستضيفوا او تعملوا مداخله معاهم هم شخصيا عشان ما اقولش على لسانهم قد ايه هم استفادوا، قد ايه هم حاسين ان دي خطوه نقلتهم ووعيتهم وفتحت عيونهم على حاجات ما كانوش شايفينها مهمه، حتى في الماركتنج في التسويق نفسه، مش بس مجرد انه تسويق الكتروني اللي استفادوه. في حته ثانيه مهمه قوي حابه اقولها، ان لما عملنا اونلاين وبقينا بناخد من كل المحافظات مع بعض، استفاده البير تو بير يعني السيدات استفادتهم من بعض كانت كمان عاليه جدا. يعني انا حقيقه بشكر القابض على قد ما هي محنه، بس كانت منحه في انها خلتنا نفكر اوت اوف ذا بوكس زي اسم البرنامج بتاعكم. احنا قايم بقى احنا قايم بس بنطلع اوت لازم اكيد يعني لازم انه قد ايه استفادتهم من بعض ومن خبراتهم ومن تجاربهم ومن مشاكلهم او حاجات كتير قوي وحاسس حاجات كتير قوي.
احنا بنشكر حضرتك جدا ونورتينا، وان شاء الله المبادره كده تحقق كل الاهداف بتاعتها في كل السنين الجايه وتقدر تخدم عدد اكبر من السيدات في كل محافظات مصر. بشكرك جدا مهندسه هدى دحروج، رئيس الاداره المركزيه للتنميه المجتمعيه الرقميه بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.